بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو أول المجالس في مفتتح هذه الدورة العلمية الثانية لهذا العام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأتي في هذه الأيام المباركات الفاضلات من أيام شهر ذي القعدة الحرام، وهي من أيام الحج لهذا العام. الدورة التي عنون لها بأحكام العقيدة والمناسك تحمل فيها جملة من الدروس، هذا أولها وهو المنعقد خصوصا في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الدورة التي تقوم عليها مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، يأتي في سياق اهتمامها الحثيث والكبير والدائم والمتتابع في إقامة صروح العلم ومجالسه وعقد دوراته وبرامجه تقريباً للعلم الشرعي وبثاً له ونشراً للهداية المناطة ببيت الله الحرام الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وما من شك أن علم الشريعة ونور الوحي من أجل الهدى الذي جعله الله عز وجل لنا أمة الإسلام. وما زالت إدارة التوجيه والإرشاد مشكورة تهتم بعقد المجالس وتعتني بها وبإقامة الدروس والدورات لإشاعة هذا العلم وبثه ونشره وتفقيه الناس في دين الله عز وجل. تأتي هذه الدورة المنعقدة في ختام شهر ذي القعدة وأوائل شهر ذي الحجة في أيام فاضلة مباركة لمدارسة حكم من أحكام الشريعة في ركن من أركان الدين قد آن وقته وحل زمانه، وأقبلت جموع الحجيج تقصد بيت الله الحرام، ما زالت تتتابع كل يوم وليلة بل كل ساعة من الساعات تتكاثر حتى يكتمل عقدها وتنتظم في قافلة الحجيج التي كتب الله لها الإذن بحج بيته الحرام لهذا العام. بين يدي هذا الدرس أيها الكرام، والمنعقد خاصة في شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي هذا الدرس مقدمتان، إحداهما عامة والأخرى تفصيلية خاصة بالدرس. أما المقدمة العامة فهي التأكيد والتنويه على هذا الباب من العلم والتفقه في دين الله، فإننا نشرع في طريق مبارك ونسير في درب مظلل برضا ربنا سبحانه وكثير من المناقب والفضائل والأجور، ليس أقلها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. ألا وإن من سبل العلم التي ما زال الطلبة العقلاء الناصحون يسلكونها هو التفقه في أحكام الشريعة بحسب ظرفها وزمانها الملائم لها. فإذا أقبل رمضان تفقه طالب العلم في أحكام الصيام والقيام والمفطرات والاعتكاف وما إلى ذلك، وإذا أقبل الحج كان أيضاً من المناسب لطالب العلم التفقه في أحكام المناسك ومعرفة الأركان والواجبات والشروط والسنن والمحظورات والكفارات وسائر ما يكتنف أحكام المناسك. وطالب العلم والمسلم بعامة إذا ما تفقه في أحكام الدين وأركانه بهذه المثابة نال بذلك فوائد عظيمة جليلة، أجلها فائدتان: الفائدة الأولى حصول العلم له بالمذاكرة والمدارسة، فإن كان قد علمها من قبل كان ذلك تنشيطاً لما تعلم واستذكاراً له واستظهاراً لمحفوظه السابق، وإن لم يكن تعلمه قد حصل علماً جديداً واستفاد،
وبذلك حصل شعبا من العلم وارتقى فيه درجات وصعد فيه مراتب يحمد ما وجده في صحيفته عندما يلقى ربه عز وجل. فإن الله قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهاته أولى الفائدتين اللتين تحصلان بهذه المذاكرة والإقبال على مجالس العلم وحلقاته في مثل هذه المجالس والدورات وهذه المواسم، أن يكون له علم يحصله فيستفيد منه وينتفع نفعا دنيويا وأخرويا. الفائدة الثانية: إن كتب الله له أداء هذه العبادة فكان من حجيج بيت الله الحرام هذا العام، كان معه من العلم ما يستضيء به في خطوات طريقه للمناسك، فيعرف ما الذي يجب عليه وما الذي يستحب في حقه وما الذي يحرم عليه ويحظر وما الذي يلزمه أو يجب عليه من الفداء والكفارات إن كان، وهكذا، فيكون عابدا لربه على بصيرة، ويقبل على عبادة قد تفقه قبل فيما يلزمه علم بها من الأحكام التي ستعرض له في أداء النسك. وأعطف على ذلك فضلاً آخر وفائدةً جليلة، أن يكون قد يفيد غيره بما تعلم، فيقف على مسألةٍ وتمر به بعض الأحكام التي يفيد منها لنفسه أو يفيد غيره، فإن لم يكن حاجاً كان بوسعه وما معه من علمٍ حصله قادراً على معرفة الصواب من الخطأ، ومعرفة الواجب من السنة، ومعرفة المحظور من الرخصة، وأمثال ذلك التي لا يقف عليها إلا طالب علم بطلبه للعلم. هذه الأمور مجتمعة أيها الكرام تجعل طلبة العلم في مثل هذه المواضع من مجالس العلم أكثر حرصاً على التفقه والارتقاء في مسالك الطلب. فكيف بكم إذا ما كان مثل هذا وكله من الفضائل والخيرات ومراتب الأجر والبركات، إذا كان هذا كله حاصلاً في أطهر بقعة وأشرف مكان، في رحاب بيت الله الحرام، وفي أروقة هذا المسجد المبارك، وعلى مقربة من الكعبة المعظمة، فإن ذلك يزداد به المرء فضلاً وشرفاً ومنقبةً وخيراً. هذه المقدمة العامة الإجمالية في هذا الصدد تتلوها مقدمة خاصة فيما يتعلق بمجلسنا هذا الذي نحن فيه في تناول حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه المقدمة الخاصة نقاط ثلاثة: أولها، هذا الحديث الذي سنتدارسه في المجالس الثلاثة بدءا من اليوم، ومعه مجلس الغد وبعد الغد بعون الله تعالى، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري رحمة الله عليهما، والحديث أيضاً أخرجه أبو داود بسياق لفظ مسلم في سننه رحم الله الجميع. حديث جابر هذا الذي نتحدث عنه عظيم القدر جليل الفوائد، هو من الأحاديث الطوال التي يغلب عليها فيما يروى من السنن ويدون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلب على الأحاديث الطوال الضعف وعدم الصحة، وقل من الأحاديث الطوال ما يثبت صحيح السند متماسكاً، فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب الصحة وأسمى درجاتها حتى يجتاز شرط أحد صاحبي الصحيح وهو الإمام مسلم. فحديث جابر رضي الله عنه هو من هذا القليل من الأحاديث الطوال التي رغم طولها فإنما هي صحيحة ثابتة السند. وللطبراني رحمه الله وغيره من أصحاب السنن بعض المفردات في المصنفات في الأحاديث الطوال، وعامتها كما أسلفت لا يصح. فحديث جابر رضي الله عنه أحدها. النقطة الثانية في هذه المقدمات: تناول أهل العلم حديث جابر رضي الله عنه ببيان فضله وأهميته، ومن ذلك ما ذكره الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم عندما قال: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، يعني حديث جابر رضي الله عنه، وقد ألف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرج فيه من الفقه 100 نوع ونيفاً 50 نوعاً، ولو تقصي لزيد على هذا العدد قريب منه، انتهى كلامه رحمه الله.
فهو إذن يذكر جلالة قدر حديث جابر رضي الله عنه وعلى غزارة ما فيه من العلم والفوائد والفقه والأحكام. وهو أيضا يشير إلى أن إماما فقيها كأبي بكر بن المنذر الشافعي النيسابوري قد صنف فيه استقلالا جزءا واستخرج منه أكثر من 150 مسألة وحكما وفائدة. ثم يعقب القاضي عياض فيقول: ولو تقصي لزيد على هذا العدد قريب منه، يعني لربما وقف الناظر والمستنبط على نحو ما يقارب 300 مسألة وفائدة. ولهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى أيضا في شرحه على صحيح مسلم، يقول: حديث جابر هذا فيه أحكام كثيرة وأبواب من الفقه غزيرة، وقد استخرجها الأئمة وصنفوها وعددوها حتى بلغوها إلى نيف على 150 حكما، وإذا تتبع وجد فيه أكثر من ذلك، لكن أكثرها لا يخفى على فطن. انتهى كلامه رحمه الله. يعني قدر كبير من هذه المسائل هو من الواضحات الجليات التي لا تتوقف على دقة فهم واستنباط. يقول النووي أيضا رحمه الله في شرحه لحديث جابر هذا، قال: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. ثم نقل قول القاضي عياض المتقدم آنفا. هذه النقولات أيها الكرام عن هؤلاء الأئمة الفقهاء تشعرك بجلالة هذا القدر لحديث جابر رضي الله عنه. ولما؟ لما هذه العناية والحفاوة؟ لأمور ثلاثة. أولها أن حديث جابر رضي الله عنه هو الحديث الوحيد في دواوين الإسلام الذي اشتمل على وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلقه من المدينة وإحرامه في ميقات ذي الحليفة حتى تمام الحج وطواف الوداع، وهو يتنقل في الرواية بين مواضع المناسك ويذكر ما فيها من الأحكام وما ينقل فيها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، في حين أن باقي الروايات التي يعتمد عليها الفقهاء في استنباط أحكام المناسك لا تكون هكذا، فربما تجد حديثاً يذكر المواقيت، وآخر يذكر طرفاً من محظورات الإحرام، وثالثاً يتكلم عن ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ورابع في الطواف، وخامس في السعي، وهكذا. لكن حديث جابر رضي الله عنه جاء طويلاً مشتملاً على ذلك كله. أمر ثان يجعل حديث جابر رضي الله عنه بهذه المثابة أنه حديث صحيح، فكثير من الأحاديث الطوال كما أسلفت لا تصح، لكن يكون حديث جابر رضي الله عنه رغم طوله حديثاً صحيحاً يبلغ في صحته شرط الأئمة الكبار كالإمام مسلم. هذه فائدة عزيزة، فأنت تتعامل مع حديث قد ثبتت صحته، فلا يبقى إلا وجوه الاستنباط وتقريب النظر في استخراج الأحكام والفوائد. وأما السبب الثالث الذي جعل حديث جابر رضي الله عنه بهذه المثابة فهو أنه من رواية جابر. وما جابر رضي الله عنه؟ هذه ثالث العناصر التي أختم بها المقدمة التفصيلية. جابر رضي الله عنه صحابي أنصاري خزرجي، أحد الصحابة الذين ثبتت مناقبهم جمة في تاريخ الإسلام، شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شهد بيعة العقبة صغيراً، وكان عمره إذ ذاك فيما يذكر 12 عاماً، وهو آخر من مات من أهل العقبة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. شهد بيعة الرضوان، وذكر عنه في بعض الروايات أنه شهد بدراً، والصحيح عدم إبلوغه تلك المنقبة. ويذكر أيضاً في مناقب جابر رضي الله عنه منزلة كريمة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظي جابر بذلك كسائر الصحابة في من أثبت حبه وتضحيته وفداءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه
بدأت علاقته الحميمة وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد أبيه رضي الله عنه في غزوة أحد، وأبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الذي ثبتت له من بين شهداء أحد منقبة ما شاركه فيها أحد، هو الذي جاء وقد وجد جابر رضي الله عنه من نفسه حزناً وألماً أصابه بعد استشهاد أبيه في أحد، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه لا يجد ألماً على شرف الشهادة التي نالها أبوه، لكنه جاء يحمل هم الأمانة، فإن أباه قد استشهد رضي الله عنه تاركاً له أمانة وهم سبع بنات أخوات، وعليه أن يتكفل بهن ورعايتهن والقيام على شؤونهن، فجاء حاملاً هذا الهم رضي الله عنه، فما وجد إلا أمراً عظيماً من بشارة يتبدد لها كل هم. قال: أو تحزن يا جابر؟ وإن ربك قد كلم أباك كفاحاً من غير ترجمان. فقال له: تمنى يا عبدي. فقال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الجنة، أن أعود إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. هذه المنقبة العظيمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه كانت ليست منقبة لوالده فحسب، ولا تسرية لخاطره فحسب، لكن كانت بداية لمرحلة ازداد فيها جابر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا. ما أن انتهت أحداث غزوة أحد وجاء جابر رضي الله عنه يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ديناً على أبيه يريد مساعدته في قضائه، فكانت وقفاته صلى الله عليه وسلم معه كما هي مع سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فجابر رضي الله عنه أدرك حجة الوداع وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الفقه والعقل والإمامة في الدين والسيادة والريادة بين الصحابة ما قيض له أن يحفظ هذا القدر. وجابر رضي الله عنه في عداد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاش جابر رضي الله عنه حياته حتى بلغ 94 سنة، جمع له فيها الفضل والخير والشرف بالصحبة وما أعقبها بعد ذلك رضي الله عنه، حتى أدركته المنية فلحق بالرفيق الأعلى، والتحق أيضاً بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فنالوا بذلك شرف العيش معه وصحبته ثم اللحوق به عليه الصلاة والسلام. فلهذا كله كان لحديث جابر رضي الله عنه أيضاً مزيد فضل وقدر، لأن الراوي الصحابي فقيه علم إمام جليل القدر، وقد حدث بهذا الحديث في آخر عمره، لأنه قد كف بصره رضي الله عنه في آخر حياته، وستسمع الرواية بعد قليل أنه يحكي هذا الحديث في تلك المرحلة الأخيرة من حياته لما فقد بصره رضي الله عنه. وكلنا يعلم أن الرجل إذا كان ذا قدر وعلم وإمامة وسيادة كلما علا في السن وتقدم كان عنده من وفور العلم وكثير من الدراية ما لم يبلغها قبل في سن مبكرة. فإذ يحدث جابر رضي الله عنه بالحديث الذي شهد فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام حجته الفريدة اليتيمة حجة الوداع، ويحكيها في هذه المرحلة التي لم ينضج فيها فقهه ولا عقله فحسب، بل عمره كله رضي الله عنه كان في غاية نضجه وتمام استوائه، فكان ما يذكر من جمل الأحاديث فيها علم جم وفيها فوائد غزيرة وفيها لطائف من الأحكام ودقائق بين عقيدة وفقه وأحكام وتربية وتوجيه وإرشاد. ومن ثم عض الأئمة على هذا الحديث بالنواجذ، واعتبروه في فقه المناسك باباً كبيراً، من تفقه عليه ومن درسه ومن تبصر فيه حوى جملة كبيرة عظيمة مما يحتاج إليه المسلم في فقه المناسك بعامة والحج بخاصة. هذه المقدمات يا كرام أحببت أن تكون بين يدينا ونحن نستعرض ونتدارس هذا الحديث العظيم، حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما سمعت من كلام الإمام النووي رحمه الله قبل قليل هو من الأحاديث التي تفرد بها مسلم ولم يروها البخاري في صحيحه، وإنما شارك الإمام مسلماً في رواية الحديث الإمام أبو داود أيضاً في سننه، فأخرجه أيضاً كرواية مسلم له سواء بسواء. الحديث يرويه الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه في صحيحه في كتاب الحج، وقد ترجم له النووي بقوله باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنقرأ من الأحاديث جملاً، كلما أتينا على جملة وقفنا على بعض فوائدها، وهكذا حتى يتم لنا الحديث بعون الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول رحمه الله: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام النووي، لأنه من المعلوم عند أهل العلم أن الإمام مسلم رحمه الله لم يترجم لأبواب الصحيح، يعني لم يعنون أسماء الأبواب التي وضعها في صحيحه، وإنما ترجم لها الآئمة، وأشهر من وضع العناوين وترجم للأبواب الإمام مسلم رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. ولما وضع النووي هذه التراجم كانت هي الأكثر اعتماداً وشهرة بين أهل العلم، فإذا ما قيل أخرجه الإمام مسلم في كتاب كذا وباب كذا، فإن تسمية الأبواب وتراجمها إنما هي من صيعي الإمام النووي رحمه الله فيما اشتهر بين أهل العلم. نعم. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. هذا سند الإمام مسلم رحمه الله في روايته للحديث، ويرويه الإمام مسلم عن اثنين من شيوخه، أحدهما أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام المصنف، والثاني إسحاق بن إبراهيم المشهور بإسحاق بن راهوية الإمام المحدث الثقة الحجة. وكلا شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث إمامان عظيمان كبيران، والإمام مسلم يرويه عنهما جميعا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، وحاتم هو المذكور هنا بن إسماعيل المدني. لكن قال النووي، عفوا، قال الإمام مسلم: قال أبو بكر حدثنا حاتم. أشار الإمام مسلم هاهنا إلى شيء من صنائعه وخصائصه في الرواية في الصحيح، وهو أنه إذا حدث الحديث عن أكثر من شيخ وذكرهما جميعا فإنه يخص أحدهما باللفظ الذي يروي به عنه الحديث، لأن أحد الشيخين ربما كان في اختلاف روايته في بعض ألفاظه ما يغاير به رواية الشيخ الآخر. وكان من دقة الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح بيان هذه الاختلافات في الرواية. قال أبو بكر، وربما تجد الإمام مسلم في بعض المواضع يقول: واللفظ لفلان. والفارق هنا في صيغة التحديث، فإنه روى عن شيخ ابن أبي شيبة الرواية بقوله: حدثنا حاتم بن إسماعيل، يشير إلى أن روايته عن إسحاق بن راهوية ليست بلفظ حدثنا بل بغيرها، وربما كانت أخبرنا، على ما هو الغالب عن الإمام مسلم في روايته في الصحيح عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. وهذا عند المحدثين على طريقة من يميز ويفرق في الرواية بين حدثنا وأخبرنا، وأشهر من عرف بالتدقيق في ذلك والتشديد فيه حتى في الرواية مثل الإمام النسائي أيضا رحمه الله، فإنه يفرق بدقة، وربما قال في السند: قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، على التفريق بين الصيغتين في إفادة كل منهما معنى من السماع أو العرض،
وعلى من يقول إنهما سيان وإن اللغة لا تفرق يرى التساهل في مثل ذلك والأمر فيه سعة. ثم قال عن جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد في هذا السند هو جعفر بن محمد الإمام جعفر الصادق من أئمة آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأبوه المذكور هنا في الرواية هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فالذي دخل على جابر في هذا الحديث وروى عنه هذا الحديث هو محمد ابن زين العابدين، وزين العابدين هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فعلي بن الحسين زين العابدين هو والد جعفر، هو والد محمد راوي الحديث هذا عن جابر. وخلاصة الأمر أن الذي دخل على جابر في هذه الرواية وسمع منه الحديث فحدثه هو ابن زين العابدين وحفيد الحسين بن علي رضي الله عنهما، محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكنيته أبو جعفر. وابنه في هذه الرواية هنا هو جعفر بن محمد الباقر. راوي الحديث هنا محمد بن علي. روى بعض الأحاديث عن جديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما روايات مرسلة لا يصح بها السند لأنه لم يلقهما. وروى أيضا عن جديه الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مرسلا فإنه أيضا ما أدركهما، إنما يروي عن كثير من السادات من أئمة الصحابة والتابعين وأدرك بعض الصحابة على قلة. راوي الحديث محمد بن علي بن الحسين بن علي معدود في فقهاء التابعين بالمدينة، متفق على الاحتجاج بحفظه وروايته، وهو من أئمة آل البيت الذين ينسب إليهم الفضل والعلم بجانب شرف النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذه السلالة الكريمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب السادة والأشراف ممن يثبت صحة نسبهم اليوم إلى بيت النبوة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد روى الذهبي في ترجمة محمد بن علي بن الحسين راوي هذا الحديث هاهنا عن جابر رضي الله عنه، روى في ترجمته أثراً لطيفاً يبين ما كان عليه أئمة آل البيت من حب الصحابة عامة وحب وولاية أبي بكر وعمر خاصة، خلافاً لما يعتقده الشيعة وما ينسبونه إلى أئمة آل البيت من الغلو في مجافات الصحابة أو التبرؤ من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال الذهبي قال ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر فقال لي يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. يقول الذهبي هذا وسالم راوي هذا الأثر عن أبي جعفر وابنه جعفر قال كان فيه تشيع ظاهر، ومع هذا فيبث هذا القول الحق، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. قال وكذا ناقلها ابن فضيل الذي يروي هذه الرواية عن سالم بن أبي حفصة، قال وكذلك ناقلها ابن فضيل شيعي ثقة. ثم يعقب الذهبي كيف أن الشيعة الأوائل رغم تشيعهم لعلي وأخذهم موقفاً متحفظاً من باقي الصحابة إلا أن كان الإنصاف حاضراً في ذكر مواقفهم من تولي الصحابة وعدم التبرؤ منهم فضلاً عن التعدي عليهم أو الإساءة لمقام أحدهم. يقول الذهبي رحمه الله فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب، فينالون من الشيخين وزيري المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية. وعلى كل حال وليس المقصود هاهنا الإطناب، إلا أن ذكر هذه الخصائص لهذه السلالة المباركة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلك على ما كان بينهم وبين الصحابة من المودة والمحبة، بل ومن المصاهرة والقرابة مما لا يجهله من يعرف تاريخ الصحب رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. سؤال جابر رضي الله عنه عن القوم ما الحامل له؟ ما معنى السؤال عن القوم؟ يسألهم ليعرف أشخاصهم، من دخل عليه، فيعرف كل بنفسه فيقول فلان أنا فلان. الذي حمل جابرا على السؤال شيئان: الأول أنه رضي الله عنه كان إذ ذاك أعمى فلا يرى الداخل ولا يعرفه بالنظر والرؤية إليه، فيحتاج أن يتعرف من الموجود بحضرته ومن الجالس عنده في بيته. والسبب الثاني تطبيق لسنة يسأل بها الرجل جليسه وزائره وضيفه ومن يقابله ليتعرف عليه. هذه السنة التي أخرج فيها الإمام الترمذي رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وإن كان الحديث ضعيفا مرسلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا قدمت عليه الوفود، كما في حديث وفد بني عبد القيس قال ممن القوم أو قال من أنتم. فسؤال الرجل إذا لقي أخا له في الله، وخصوصا في أيام عظام كأيام الحج هذه، تجمع الرجل بإخوانه من شتى أنحاء المعمورة، فيجد العربي أخاه المسلم غير العربي، ويجد المسلم الآسيوي أخاه المسلم الإفريقي والأوروبي وهكذا. فإذا التقى بهم في المسجد الحرام أو في المشاعر في عرفات ومنى والمزدلفة، فإنه يستأنس الرجل بتعرفه على إخوته، فإذا صلى بجواره أو ركب معه أو لقيه في طريق أو استأنس به في مكان ما، فإنه مما يحمل عادة فضلا عن أن يكون ديانة أن يسأله عن اسمه ومن أي بلد هو. وهو ولا شك أدوم وأثبت للمحبة والوداد والوصال. فهنا جابر رضي الله عنه سأل عن القوم، يعني سأل عن الداخلين والزائرين عنده في داره إذ ذاك، قال حتى انتهى إلي، يعني حتى جاء الدور إليه. إلى من؟ محمد بن زين العابدين، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك، مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. نعم. قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، يعني حتى جاء الدور إليه. فلما جاء الدور إليه قال فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، قال فأهوى بيده إلى رأسي. ما الذي جعل جابرا يفعل ذلك معه خاصة؟ لأنه عرفه، وهو أنه من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازداد له إكراما وازداد معه تلطفا في الضيافة والحفاوة. قال فأهوى بيده إلى رأسي، لأنه أعمى رضي الله عنه، فأتى بيده إلى رأس محمد بن علي بن الحسين. قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى وزري الأسفل. الزر المعروف الذي يضم به القميص أو الكم ويغلق، والجمع أزرار، ومعنى ذلك أن محمد بن علي بن الحسين كان قد زر أزراره، يعني كان مغلقا له في قميصه. فأهوى جابر فحل إزراره الأعلى وزره الأسفل. قال ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. ها هنا مسألتان: المسألة الأولى في حل أزرار القميص أو إغلاقه، فإنه قد ثبت عند أحمد وأبي داود
من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من مزينة، قال: وإن قميصه لمطلق. قميص من؟ قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى مطلق؟ يعني محلل الأزرار. قال: فبايعناه، ثم أدخلت يدي في جيبه فمسست الخاتم، خاتم النبوة الذي كان خلف كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة راوي الحديث: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي أزراره ما لا يزرانه أبدا. إذن كان معاوية بن قرة ممن لا يزر قميصه إذا لبسه، ويفعل ذلك لأنه رأى قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار. وثبت هذا أيضا عن عدد من الصحابة فيما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم كانوا يحلون أزرار قمصانهم إذا لبسوها، وكذلك ثبت عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعدد من السلف. هل هذه سنة من السنن؟ وهل يسن لأحد إذا لبس الثوب اليوم أو القميص أن يحل إزراره ويطلقه كما فعل هؤلاء الصحابة وغيرهم؟ الجواب: ليس هذا من سنن العبادات، هذه عادة. وكانت العرب إذا لبست القميص فإنها تحل الأزرار في الغالب نوعا من التخفف من حر اللباس، لأن بلاد الحجاز حارة، فيجعلون هذا تخففا في اللباس لأن إغلاقه يزيد الجسد حرا والجو حار. فكانت عادة العرب في لبس ذلك في زر القميص أو في حله الأمر فيه سيان. وإذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إطلاق أزرار لباسه إذا لبس، كان بعض السلف ممن عرف بشدة تحريه واتباعه يحرص على ذلك، كما هو شأن ابن عمر مثلا وابن عباس وبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وبعضهم ربما ثبت عنه هذا الفعل أيضا عادة اعتادها هو في لباسه، فلست تحمل هذا الأثر الآن على التسنن ولا على نية الأجر بفعله لأنه ليس من قبيل العبادات، لكن يحمل هذا على سائر ما تحمل عليه السنن المروية عنه صلى الله عليه وسلم في أبواب العادات كنوع الطعام والشراب، وكما يقال في المنام والاستيقاظ مما لا يؤثر فيه سنن عبادية. يعني هل كان عليه الصلاة والسلام يحب الدباء؟ فهل أكل الدباء يعتبر سنة؟ الجواب لا. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم في كفه الأيمن، فهل لبس الخاتم سنة؟ كان يلبس العمامة والنعال السبتية ونحو ذلك. هذه العادات النبوية التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التعبد، وثبت عن بعض الصحابة حرصهم على الاقتداء به فيها وعلى التشبه به صلى الله عليه وسلم فيها، لها باب آخر سوى باب السنن في الفقه، هو باب الحب الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الذي ملأ القلوب فظهرت آثاره على الجوارح والبدن، فأحدهم إذا مشى أو ركب أو قام أو قعد أو دخل أو خرج يحرص في شأنه كله أن يكون له شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثل ما ذكرت لك يقول أنس رضي الله عنه: حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قدم له فيه الدباء وهو القرع المعروف، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. ومثله قول جابر رضي الله عنه راوي هذا الحديث العظيم، قال: ضافني النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بيده ذات يوم يستضيفه في داره، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، بيت النبوة ليس فيه طعام يقدم لضيف. قال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، إلا الخل يا رسول الله، بيت النبوة ليس فيه إلا خل. قال: هاتي، فنعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستجد روايات عديدة في هذا السياق،
فلن يكون حب الخل سنة، ولن يكون أكل الدباء سنة، ولا كثير من هذا القبيل كإطلاق أزرار القميص أيضا ليس سنة بهذا المعنى الفقهي، لكن القوم وقد ثبتت عنهم تلك الروايات تقرأ فيها وبين سطورها حبا عظيما ملأ القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم قد تشبهوا به في عباداته وعاداته وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، حتى يقول نافع مولى ابن عمر كما أخرج الذهبي في السير، يقول لو نظرت إلى ابن عمر في شدة تحريه واقتدائه واقتفائه برسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، يعني من شدة ما تعجب في عظيم اتباعه وتحريه وتأسيه. هذه الدرجة الرفيعة يا كرام التي بلغها سلفنا الكرام رضي الله عنهم من التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يبحثون فيها عن ثواب سنة وأجر عبادة تفعل، كانوا يبحثون عن حب يضعون فيها الخطى موضع الخطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعون فيه الاقتداء حذو القذة بالقذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك منزلة رفيعة، من سلكها وبلغ ما أعلى مراتبها فهنيئا له ما قام في قلبه من عظيم الحب الصادق والاتباع التام والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث في الرواية في اللفظ في الجملة، قال فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. كان محمد بن علي في هذه الرواية من أصغر الداخلين على جابر رضي الله عنه، بينه بقوله وأنا يومئذ غلام شاب، ففعل جابر تلك الفعلة لأمرين، أولاً كما قلت لك احتفاءً بحفيد من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر له من الحفاوة والفرح باستقباله والهشاشة والإكرام مزيداً على غيره من الزوار، والأمر الثاني تلطف واستئناس به لصغر سنه. يقول القاضي عيام موجب فعل جابر له ذلك تأنيساً له لصغره ورقة عليه، إذ لا يفعل هذا بالرجال الكبار من إدخال اليد في جيوبهم إكباراً لهم. وفائدة أخرى لطيفة، هل فعل ذلك أمر معتاد أو يخضع للأعراف والعادات؟ يقول الفقهاء في الحديث أن لمس الغلمان الأجانب على وجه الرقة ولغير التلذذ جائز، بخلاف شباب الجواري وحكم لمسهم كالنظر إليهم، وإنما يحرم اللمس الغلمان والنظر إليهم ما كان من ذلك على وجه التلذذ، وهذا منتف في رواية جابر، فلا سنه ولا فقد بصره ولا سياق الحديث في فرحه لما سمع في اسمه ونسبه ما يتعلق به من موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، فأقبل عليه مؤنسا له وهو يظهر احتفاءه به بما سمعت. قال ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي. هذا كله ترحيب به وإظهار للحفاوة، قوله رضي الله عنه مرحبا بك يا ابن أخي، مرحبا عند العرب كلمة معناها نزلت على الرحب والسعة، يعني أنا أستضيفك في مكان يسعك رحابة، كناية عن الكرم والعطاء وتمام الضيافة والإقراء. وقيل معناه الدعاء، فإذا قلت لشخص مرحبا بك أنت تدعو له بالرحب والسعة. كلمة مرحبا بك إذا قلتها لضيف أو صديق أو زائر فإنما تقول كلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، يقال للرجال والنساء على حد سواء مرحبا. ثبت في حديث عائشة في الصحيحين أنها لما أقبلت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بابنتي. وثبت أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع لما دخل مكة ثم أتى المغتسل يغتسل دخلت عليه ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما،
فقال عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ لأنه كان تحت الستار يغتسل. قالت: أنا أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ، كما في الصحيحين. وأيضا ثبت عند أحمد في المسند وغيره من حديث السائب بن أبي السائب لما قدم أيضا عام الفتح وكان شريكا في تجارته للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الإسلام، فلما أقبل قال: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، وإن كان في الحديث ضعف. فالمقصود أنك عندما تستعمل لفظة مرحبا في التعبير عن الإكرام والحفاوة بالضيف والزائر والصديق، فهذه عبارة نبوية، وهي أيضا جمل عربية مأثورة تعبر عن الحفاوة والإكرام. قال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. ففتح جابر رضي الله عنه باب السؤال، وعلم أن هذا الوفد من الزائرين من أهل الإسلام ومن طلبة العلم إنما يكون إكرامهم وتمام الاحتفاء بهم بأمر أعظم عندهم من الضيافة بالطعام والشراب والبارد والحار ولذيذ المأكولات. طالب العلم ضيافته أكمل ما تكون في إفادته بمسألة علمية وإتحافه بشيء ينتفع به في التفقه في دين الله عز وجل. قال: سل عما شئت، وفتح له الباب لمزيد إكرام. قال: سل عما شئت. قال: فسألته وهو أعمى. فانظر كيف أن هذه القصة اللطيفة التي كانت بين جابر رضي الله عنه وزائره محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا الإكرام والحفاوة، كيف كانت باباً لاستنطاق جابر رضي الله عنه في رواية حديث حمل صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الأحاديث الفراد الطوال الصحاح التي تروى إلى اليوم فتتفقه عليها أمة الإسلام. هذا مجلس مبارك، وهذا سؤال مبارك، وهذا جواب من جابر رضي الله عنه كان مباركا، ولا أدل على بركته من أن يمضي على هذا الحديث منذ روايته ما يزيد على 1400 عام، وأمة الإسلام لا تزال ترويه وتحفظه وتجلس عليه وتتدارسه. وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، وكل مجالس العلم الشرعي أيضا خير وبركة. لكن هذا أيضا مما ينبيك عن أن بعض أبواب العلم فيها من البركة ما يتسع له المدى وتدوم معه النفع والفوائد والأجور والثواب. نعم. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا. نعم. قال: فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة. وقع السؤال بعد الصلاة، فذكر هاهنا مشهدا ورآه في زيارته. قال: حضر وقت الصلاة فقام، يعني جابر رضي الله عنه صاحب الدار، قام في نساجة، وفي بعض نسخ صحيح مسلم فقام في ساجة من غير نون. وبعض المتقدمين من شراح صحيح مسلم كالقاضي عيام يصحح الرواية بغير النون، وأن اللفظ الصحيح في الرواية ساجة، وسواء قلت ساجة أو نساجة فالمراد بها نوع من الثياب كالطيلسان، يعني ثوب يغطي جميع الجسد من الرأس إلى القدم. قال: فقام في ساجة، والساجة ثوب. وصحح القاضي عياض أن الرواية التي عليها الجمهور هي ساجة، وأن نساجة بالنون تصحيف وخطأ. وتعقبه النووي رحم الله الجميع بأن الرواية لصحيح مسلم في الحديث حملت اللفظتين ساجة ونساجة بالنون، وأن كلتا اللفظتين صحيح فصيح ومعناهما واحد. قال: فقام في ساجة أو نساجة ملتحفا بها، والالتحاف بها يعني إدارته على الجسد كما يصنع المحرم بإزاره وردائه، فإنه إذا لبس الإزار في أسفل جسده جعل الرداء ملتفا على نصف جسده الأعلى.
قال كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يشير إلى صغر الساجة التي ارتداها جابر لما قام إلى الصلاة، وأنه وضع يعني هو أشبه ما يمكن أن تشبهه بلباس الإحرام في الرداء الذي تجعله على جسدك الأعلى، إلا أنه أطول حتى يغطي سائر الجسد لكنها قصيرة في العرض. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه، يعني ليست طويلة بحيث يستطيع أن يديرها فيرد أحد الطرفين على الآخر، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. هل هذا من قلة الثياب؟ الجواب لا. قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب. ما المشجب؟ مثل العلاقة التي توضع عليها الملابس وتكون من عود أو من خشب في جدار أو على الأرض. فجابر رضي الله عنه قام فصلى بهم وهو يرتدي هذه الساجة القصيرة ورداؤه معلق، يعني لو أراد مزيدا من الثياب للبس. قال الفقهاء في هذا دليل الجواز على الاقتصار على الثوب الواحد في الصلاة والاكتفاء منه بما ستر العورة، وأن التوسع في ذلك ليس مطلوبا. وفي غير هذه الرواية هنا من حديث جابر في هذا السياق أنه سئل عن ذلك الثوب وأشير إليه بارتداء الثوب الآخر الذي موضوعا على المشجب، فأنكر رضي الله عنه وذكر أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقتصرون على اليسير من الثياب، وأنه ما فعل ذلك جهلا ولا نسيانا. قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب. قال فصلى بنا. قام جابر رضي الله عنه فصلى بهم وهو إذ ذاك يستضيفهم في داره رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيما يتعلق بالصلاة خرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفي مسائل الفقه من الصلاة وستر العورة وأحكام الثياب فيه مسائل تذكر في موضعها هناك. نعم. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. هذه القطعة هي ما سنختم به مجلس اليوم إن شاء الله تعالى. قال محمد بن علي فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشط للسؤال لأن جابر رضي الله عنه عرض له فقال سل عما شئت، واختار أن يسأل عن الحج رضي الله عنه خصوصا حرصا على التعلم واهتبالا لهذه الفرصة من جلوسه بين يدي العالم، والتطلع أيضا إلى الأمور الأعظم فائدة. كان يمكن أن يسأل عن مسائل كثيرة لكنه آثر السؤال عن الحج، وكان هذا السؤال المبارك كما أسلفت مثار هذه الرواية الفريدة العظيمة. قال قلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسأله هنا عن موضع خاص في الحج ولا عن مسألة من مسائله، أعطاه السؤال عاما. قال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتدأ جابر رضي الله عنه بالجواب من هنا، فقال بيده فعقد 9. كيف يعني عقد 9؟ 9 يعني هكذا أو هكذا، العقد يعني الضم أو البسط، فإذا عقدت بيدك 9 كيف تفعل؟ هكذا أو هكذا. نحن اليوم نعقد 1 للدلالة على 1 و2 على 2، لكن عقد الأصابع عند العرب للدلالة على العدد له اصطلاح آخر. العقد 9 أن تقبض الخنصر والبنصر والوسطى وتضع السبابة في أصل الإبهام، هذا 9. فإذا جعلت السبابة في وسط الإبهام هذا 90. ويعقدون بالعدد
ما اختلفت فيه الرواية لكنه علم قائم بذاته، فتعقد العرب أصابعها للدلالة على العدد، وإذا جعلت باليد اليسرى كانت دلالة على 100. على كل حال قال فعقد بيده 9، فقال بيده فعقد 9، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. إذا متى حج عليه الصلاة والسلام؟ في السنة 10. هل حج صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الإسلام؟ الجواب نعم. حجة واحدة كما يقول القرطبي رحمه الله، قال وأما بمكة فحج واحدة باتفاق، واختلف في ثانية هل حجها أو لا. إذن باتفاق أنه حج مرة قبل الإسلام، واختلف في مرة ثانية بمكة هل حج أو لم يحج عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم قال أضللت بعيراً لي فذهبت أبحث عن ضالتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واقفاً مع الناس، فقلت إن هذا لمن الحمص، فما الذي جاء به ها هنا؟ الحمص يعني قريش، وقريش في حجها قبل الإسلام ما كانت تشارك العرب في أداء المناسك، كانت لشدتها ترى أنها بجوارها للحرم وسكناها مكة أنها من أهل الحرم، وعرفة كما تعلمون خارج حدود الحرم، فكان إذا جاء الحج وخرجت جموع العرب من الحجيج إلى عرفة للوقوف وقفت قريش بالمزدلفة، لأن مزدلفة داخل حدود الحرم، وتقول قريش نحن من أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فيفارقون قبائل العرب وينفردون عنهم بالوقوف يوم عرفة بالمزدلفة. فلما رأى جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً مع الناس بعرفة تعجب، قال إن هذا لمن الحمص، يعني هو من قريش، فما الذي جاء به ها هنا؟ والواقع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يوافق قريشاً على ضلالاتها، والحج معلوم عند العرب، الوقوف لا يكون إلا بعرفة، وما جنحت به قريش وغلت وابتدعت في دين الله لم يكن يوافقها صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام وقبل النبوة. فقال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10. متى فرض الحج؟ في 9. متى فتحت مكة؟ في 8. متى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في 10. ها هنا سؤالان، فتحت مكة في 8، إذن مكة فتحت في رمضان 8، يعني في ذي الحجة من 8 مكة مسلمة، هل حج الناس في 8 من الهجرة؟ الجواب نعم، من قطع الحج في أي عام من الأعوام قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، وأول من حج بالمسلمين بعد أن أصبحت مكة مسلمة عتاب بن أسيد رضي الله عنه من أهل مكة، والذي استعمله عمر رضي الله عنه في خلافته أميرا على مكة. طيب في 9 وقد فرض الحج، ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بالمدينة، فمن كان أمير الناس على الحج 9؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أمير الناس على الحج، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حج الناس في 8 من الهجرة في الإسلام، وكان الذي حج بهم عتاب بن أسيد، ولم يفرض الحج بعد، إنما حجوا على طريقتهم في الجاهلية من غير شرك ولا وثنية. ولما فرض الحج 9 أيضا لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث أبا بكر أميرا على الحج، فحج الناس في ذلك الموسم على مقتضى الحج الذي أمر الله عز وجل به أيضا من غير لوثة في الجاهلية ولا شرك الوثنية ونحوها، فحج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 10. السؤال الثاني، لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجه إلى 10 وقد فرض 9 من الهجرة؟ يذكر الفقهاء هاهنا أسبابا كثيرة، أظهرها سببان. السبب الأول
أن مكة سنة 90 ما زال عند البعض قبائل العرب ممن يقدم مكة للحج، ما زالت عندهم من بقايا الجاهلية أشياء أراد عليه الصلاة والسلام الخلاص منها، ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام النداء في الناس في الحج سنة 9 من الهجرة ألا يطوف بالبيت بعد العام عريان ولا يحج مشرك، فأغلق هذا الباب وأعلنه نداء. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقود الأمة في حجه لما يأتي للحج وقد تطهرت مكة تماما من كل لوثات الجاهلية ومن كل بقايا الشرك والوثنية، ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، فأغلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام. فلما كان العام الذي يليه تم له ما أراد، وكان حجه صلى الله عليه وسلم على تمام التوحيد الخالص الصافي كما أراد الله عز وجل. والسبب الثاني المذكور أيضا في تفسير تأخير حجه عليه الصلاة والسلام أن سنة 9 كما هو معلوم لمن درس السيرة وعرفها كان يسمى بعام الوفود، فإن مكة فتحت سنة 8 من الهجرة، وأقبلت الناس في الدخول في الإسلام بعد إسلام قريش، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فمكث عليه الصلاة والسلام سنة 9 يستقبل وفود العرب وقبائلها تأتي مسلمة مذعنة تعلن البيعة والدخول في الإسلام وتستفسر عن الأحكام، فرأى عليه الصلاة والسلام أن بقاءه مع السبب الأول المذكور آنفا يجعله باقيا بالمدينة مع إقامة الحج دون انقطاع، وبتوكيل أبي بكر ليكون أميرا على الحج رضي الله عنه وأرضاه. بهذا استدل بعض الفقهاء على جواز تأخير الحج وأنه لا يجب على الفور، يقولون هذا الحج قد فرض سنة 9 ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة 10، فإذا يدل هذا على عدم وجوب الحج على الفور وأنه يجوز تأخيره. لكن من يخالف في هذا الاستدلال يقول لم يتأخر صلى الله عليه وسلم عن الحج اختيارا، بل تأخر اضطرارا لأسباب سمعتها قبل قليل من أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل حجه بالبيت الحرام على وجه أتم. وقبل أن نغادر أيضا هذه الجملة، اختلف العلماء في حجة أبي بكر هذه سنة 9 من الهجرة، هل كانت حجة الإسلام بعد نزول فرضها أم كانت قبل؟ يعني لما حج أبو بكر كان قد فرض الحج فذهب، فكانت حجة أبي بكر هي حجة الإسلام بمن معه من المسلمين، أم حج أبو بكر ثم فرض الحج بعده؟ الأظهر أنه حج رضي الله عنه بالناس إذ ذاك بعد أن فرض الحج، فكانت حجته حجة الإسلام رضي الله عنه بمن معه، لأنه وقف بجميع الناس بعرفة، ولأنه بعث بعده علي رضي الله عنه بصدر سورة التوبة لما نزلت وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغها للناس. والقول الآخر أنها كانت على ما كان عليه الحج قبل الإسلام، والأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أيضا في الحديث في الجملة المذكورة هنا في الحديث لما يقول رضي الله عنه وأرضاه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس في العاشرة، ما معنى أذن؟ أعلن وأخبر، فكتب وبعث وأرسل إلى القرى والقبائل والأمصار أنه عازم على الخروج للحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. لماذا أعلن؟ لماذا أذن؟ لماذا أخبر؟ نعم، للدعوة إلى مرافقته في الحج. فماذا فعلت قرى الإسلام وقبائل الإسلام ومناطق الإسلام؟ تقاطرت من كل جهة، فمنهم من أدركه عليه الصلاة والسلام في المدينة قبل المسير فسار معه، ومنهم من أدركه في الميقات بذي الحليفة، ومنهم من أدركه في الطريق، ومنهم من لم يدركه إلا بمكة، بل منهم من لم يدركه إلا صبيحة العيد بعد الفجر في مزدلفة، كما في حديث عروة بن مضرس. اسمع ماذا يقول جابر، يقول فقدم المدينة بشر كثير، كم تعداد من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ 120,000.
هذا العدد الكبير ضخم مقارنة بما تقرأ في أخبار السيرة من أعداد المسلمين بالمدينة بمكة، يعني أكبر جيش تجمع معه صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح لما أتى مكة، وكانوا 10,000 لا أكثر، ومن أسلم معه ومن دخل معه ومن تقدم إلى غزوة ثقيف وحصار الطائف وهوازن وأوطاس أيضا ما كانوا بهذا العدد الكبير. فإذا قلت إنه تقاطر عليه من القرى والأمصار والمدن بالمدينة وبالطريق حتى اجتمع هذا العدد الجم الغفير، فهذه ضخامة في العدد. اسمع ماذا يقول جابر: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذه العبارة تحرك في دواخلنا أشياء كثيرة، أعظمها هذا الشعار العظيم من الحب والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا قوم، لقد كان هذا المبدأ شعار حياة عند جيل الصحب الكرام رضي الله عنه. ما هو؟ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ألا ترى إذا صلى رمقوا صلاته، إذا توضأ نظروا إلى وضوئه، إذا طاف راقبوا طوافه، إذا سعى، إذا وقف، إذا صام، في كل شيء يبحثون فيه كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم. فما وقفوا عليه وتعلموه أمسكوا به، وما فاتهم وغاب عنهم سألوا عنه. يأتون إلى عائشة فيسألونها كيف كان يصلي في الليل صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يرون صلاة الليل، يسمعون سكوته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ عجيب مبدأ حياة كان عندهم في كل شيء. فإذا غاب عنهم الشيء سألوا، وإذا وقفوا على الشيء تمسكوا به وأخذوه. حتى تعبيراتهم أوصافهم في الرواية، يقول البراء: رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبر رمقت يعني تحريت، تتبعت، كنت أرصد صفة الصلاة حتى وقفوا عليها. يا كرام، جابر رضي الله عنه في مطلع حديثه الطويل أعطاك هذه الجملة، وكم هو شعار لمن أتى للنسك أن يكون أحد المعاني الكبار والدروس العظام التي يتعلمها من حجه لبيت الله الحرام، كيف يكون متأسيا بسيد الخلق وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم هذا تجده في الحجيج درسا واضحا ومعلما جليا. ترى الحاج مهما كان مقصرا ومذنبا ومتراخيا ومتكاسلا في أمور العبادات في شأن الحياة، إذا جاء للحج حرص على تطبيق أداء المناسك سنة بسنة وخطوة بخطوة. إذا قلت له الذهاب إلى يوم 8 إلى منى يوم التروية ليس بواجب ويكفيك الذهاب إلى عرفة، يقول لك: لكني حريص على الذهاب إلى يوم 8 إلى منى. فإذا قلت له إن الدعاء عند الجمرات، عند الجمرة الصغرى والوسطى، سنة وليس بواجب، قال: بلى ولكني حريص عليها. فيقوم عند الحجيج هذا المعنى جليا في أداء المناسك. هذا المعنى نحتاجه أن يكون درسا في حياتنا أجمع. فلماذا يستيقظ عندنا شعور الحرص على السنة وتطبيقها في المناسك ويغيب عنا في باقي أنحاء الحياة؟ نحتاج إلى إحياء السنن وإلى رفع رايتها في طعامنا وشرابنا ولباسنا، في منامنا واستيقاظنا، مع زوجاتنا وأولادنا، في بيعنا وشرائنا، في أخلاقنا وتعاملاتنا، في كل الحياة نحتاج إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة. هذه الجملة من حديث جابر فتحت لك هذا الباب. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. نقف عند هذا القدر ليكون مجلس الغد إن شاء الله تعالى من إتيانه ميقات ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام وشروعه في الإحرام نحو خطواته في أداء المناسك حتى يتمها حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه.
أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.